ويهني طبعا قديم هو الكلام هذا، لكن هذا هو الخط نتاعه وهذا مبدأ. وقالها قال هذا مبدأ، والعياذ بالله. سامحوني يا هلي، نبي نقول الكلمة اللي قالها باش تلصق في روس كمان، سامحوني فيها. قال المبدأ عندنا هتك أعراض الخونة اللي كانوا معنا في الخط ورفضوا الشيء هذا، ولا ما همش طاربين على الشيء هذا، لا عندهم عرض ولا عندهم شرف ولا عندهم شيء. شن قصتكم انتم؟ شن قصتكم مع الاعراض ومع الشرف؟ ما تحبوش واحد يقعد شريف، ولا ما تحبوش واحد يقعد عنده عرض نظيف سليم؟ مصيبه هذه، مصيبه يقعد اخلاق هذين بهذا الشكل. وراه دقوا والمجلس معاكم والقصه كلها الجبناء والخونه، هذا هو المبدا. وبعدين طلع كم فتوى فتلوكه قويه بالكل، قال والله نطلب من السياسيين واللي المسؤولين في البلاد ان كلمه دوله ليبيا هذه تخطر علينا في دوله قطر. تغير تجي في واحد في ألف من قطر انت بس، غير تجي في واحد من ألف من قطر انت وتقعد بنادم كيف ما هم يحبوا في بلادهم ويحبوا في شعبهم وكيف متألفين مع بعضهم، غير تجي انت واحد منهم بس، واحد في الألف باش تقعد كيفهم. لا، وقال لك امسحوه بالفلجار، قال لك ولا بالبنينه، وش الكلام هذا يا جماعه؟ هذا ما مسؤولين راهم، هذا ما مسؤولين اللي يقول في الكلام هذا. هذا رجل مسؤول، رئيس اركان السلاح الجوي، وهذا هو المنطق بتاعه، وهذا هو الخط، وهذا هو المنهج اللي ماشي به. بعدين نجوا الكبير القوم، عاد كبير القوم فوق قال لهم شاي، لا نبي مريسه، هذه المريسه اللي كان يجن فيها الجرافات ويجن فيها كذا ويجيبهم في الوكال ويجيبهم في السلاح يعني لهلنا ويدافعوا على ارواحنا. قال لهم لا لا لا، لا نبي مريسه ولا نبي حتى حواشين يسكنوا فيهم، دمار نبي بالكامل، هذه حرب. قال حرب، ما نبيش اي شيء، وما نبيش العمليه هذه اكثر من 3 أسابيع. هو تيالي غير غلط، وتيالي يقصد 3 سنوات، هو لأن الحكاية 3 سنوات وما زال كراعك في ركاب، ما زال يراوح في مكانه، لا صار من كلام هذا ولا شيء. لكن اللي صار انه دمر البلاد، نهاها بنغازي.